السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا أيها الأعزاء طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، ومع التقييم التكويني مرحبا أيها الأعزاء. نبدأ نشاط رقم واحد، اقرأ القصيدة التالية ثم أجب عن الأسئلة. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، والنور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم، هيهات يرجعه إليك تندم. أولا، تأكد من فهمك من خلال قراءتك السطور. ما فائدة الشكوى والقنوط من الحياة؟ الإجابة أبنائي الأعزاء، لا فائدة تذكر من الشكوى واليأس والقنوط، فالشكوى لن تعيد عز زائل، ولن تمنع خطرا قادما. بعد كده أبنائي، ما أهمية التفاؤل في حياة الإنسان؟ أهمية التفاؤل أنه يحسن الحالة المزاجية للإنسان، ويجعله سعيدا، ويرفع روحه المعنوية، ويجعله ينظر للحياة بإيجابية، فيرى كل الوجود في خدمته. والآن أيها الأعزاء ننتقل إلى ثانيا، استنبط من خلال قراءتك. واحد أو ألف الموسيقى، بيقول لي استخرج موسيقى خارجية من النص واشرح تأثيرها. ثم بعد ذلك ابنائي رقم اثنين، برضو نستخرج الموسيقى الداخلية من النص ونشرح تأثيرها. في الأول نمسك الموسيقى الخارجية. الموسيقى كما أخذناها في الشعر ابنائي الأعزاء، الموسيقى الخارجية في الأبيات تمثلت في قافية الميم المضمومة. الموسيقى الخارجية ابنائي اللي هي القافية في نهاية الشطر الثاني أو البيت، في نهاية البيت أبنائي. طبعا أبنائي كل سطر من سطور الشعر تسمى بيتا، نصف البيت يسمى شطرا، أي شطر يعني نصف الإيه، نصف البيت. فطبعا في نهاية الشطر الثاني أو في نهاية البيت، كل بيت تجد حرف الميم المضمومة. هذه أبنائي تسمى الموسيقى الخارجية في الأبيات، وهي تأثيرها أبنائي، هذا هو التأثير، تعطي نغم موسيقي وتسهم في توحيد النص وجعله أكثر جاذبية وإيقاعا. وإلى جانب أبناء الأعزاء، من شروط كتابة الشعر العربي أن لازم يكون ليه قافية واحدة في نهايته. دي بالنسبة لي أبنائي رقم واحد، الموسيقى الخارجية. ننتقل الآن إلى الموسيقى الداخلية من النص. والموسيقى الداخلية في الأبيات تمثلت في تكرار كلمة لك وهيهات، وهي تعطي برضو نفس الكلام تأثيرها، وأشرح تأثيرها. تأثيرها وأبنائي، تأثيرها تعطي نغم موسيقي وتؤكد على فكرة ومشاعر الشاعر من التمسك بالأمل وترك اليأس. هذه أبنائي بالنسبة لإيه؟ السؤال الأول بالنسبة للموسيقى الداخلية والخارجية. ب، التشبيه. تعالوا أبنائي نشوف التشبيه في الإيه، أبيات الشعرية. بنجيب هنا الجملة أبنائي الأعزاء، ونجيب هنا طبعا إيه، أو الشيء المشبه، نذكر فيه هنا المشبه والمشبه به وأداة التشبيه والتأثير البلاغي من هذا التشبيه. فبنكتب أبنائي مثلا الماء حولك فضة. هنا أبنائي هذه هي الجملة. ما هو المشبه في هذه الجملة أبنائي؟ الماء. ما هو المشبه به؟ فضة. الماء كالفضة، يعني الماء كالإيه، فضة. أداة التشبيه غير موجودة، لا يوجد الماء. لو كان موجود حرف الكاف كنا نقول أداة التشبيه الكاف كالفضة أو مثل الفضة، فهنا أبنائي لا توجد أداة تشبيه. أما بالنسبة للتأثير البلاغي في الماء وحولك فضة، يجعل الوصف أكثر جاذبية ويثير خيال القارئ.
نكتب أبناء الجملتين دول مع بعض، هما الاتنين خاصين ببعض، يجعل الوصف أكثر جاذبية ويثير خيال القارئ. وبالنسبة للمثال الثاني أبنائي في التشبيه المشبه به، الجملة اللي بها تشبيه برضو نفس الكلام، التأثير البلاغي سيكون نفس الجملة، يجعل الوصف أكثر جاذبية ويثير خيال القارئ. زي كلمة إيه أبنائي؟ الشمس فوقك عسجد، عسجد. إذن أبنائي المشبه هو الشمس، وطبعا المشبه به عسجد. وكما قلنا أبناء التأثير البلاغي هو إيه؟ يجعل الوصف أكثر جاذبية ويثير خيال القارئ. ثالثا، دلل على ما قرأت. هل هناك علاقة بين الهوايات والتعبير عن المشاعر والذات؟ حلل واشرح. تعالوا أبنائي الأعزاء نشوف، هل هناك فعلا علاقة بين الهوايات والتعبير عن المشاعر والذات؟ سنحلل ذلك ونشرحه إن شاء الله. الإجابة أبنائي الأعزاء نعم، نعم هناك علاقة قوية بين الهوايات والتعبير عن المشاعر والذات. لماذا؟ لأن الإنسان يمكنه أن يعبر عما يجيش في نفسه وما يختلج في وجدانه من عواطف وأحاسيس من خلال الهوايات مثل الشعر والرسم والموسيقى وغيرها. ركزونا أكتر على كلمة الشعر والرسم، وبلاش من كلمة الموسيقى وغيرها. الشعر والرسم، الشعر والرسم، لأن الدرس بتاعنا خاص به بالشعر والرسم. استخدمنا كلمة موسيقى على أساس أن كلمة موسيقى موجودة في الشعر العربي، وهو ما درسناه الموسيقى الداخلية والخارجية. بعد ذلك أبنائي الأعزاء نشوف السؤال الذي بعد ذلك. نشاط رقم 3، اقرأ الفقرة التالية ثم أجب. الأشجار تلعب دورا حيويا في حماية البيئة، فهي تسهم في تنقية الهواء من الغازات الضارة وتمتص ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى ذلك فهي تساعد في تثبيت التربة ومنع التصحر، وتوفر مأوى وغذاء للعديد من الحيوانات. إن غرس الأشجار والعناية بها يعدان من أفضل الوسائل لحماية كوكبنا والحفاظ على توازن النظام البيئي. ألف، اعرب ما تحته خط. الأشجار، الأشجار أبنائي بدأنا بها، وكلمة بها ألف ولام، يبقى اسم، يبقى الاسم يعرب أبنائي مبتدأ مرفوع على رفع الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير، وهو جمع كلمة إيه؟ شجرة. هذا بالنسبة للكلمة الأولى أبنائي. الكلمة الثانية ومنع التصحر، منع التصحر مضاف إليه مجرور عن جر الكسرة. بعد كده أبنائي إن غرس، إن غرس، إن حرف ناسخ يدخل على الجملة الاسمية فينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى خبره. يبقى غرسة هنا أبنائي اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، أما الأشجار مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة كما أمامكم. إذن أبنائي الإعراب، الأشجار مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، أما التصحر منع التصحر مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة، أما ابناء الأعزاء غرس اسم إن منصوب بالفتحة. بعد كده أبنائي عايز مني بيقول استخرج من الفقرة خبر المبتدأ وبين نوعه. خبر المبتدأ أبنائي هو طبعا كلمة تلعب، الأشجار تلعب، الأشجار تلعب، تلعب هنا يعتبر خبر الأشجار كما قلت لكم. وهنا طبعا أبنائي لا نقول مرفوع بالضمة، لماذا؟ لأنه فعل، إنما نقول يا أبنائي خبر المبتدأ في محل رفع، في محل رفع أبنائي. عندما يكون الخبر فعل نقول في محل رفع، في محل رفع. لماذا أبنائي؟ لأن تلعب أصلا هي عبارة عن فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، مرفوع بالضمة الظاهرة، يعني كأنه ليه إعرابين، ما دام تبع المبتدأ فلما نيجي نعرب نقول إيه؟ خبر مبتدأ في محل رفع، في محل رفع خبر مبتدأ أبنائي الأعزاء.
وهو طبعا نوعه هنا جملة اسمية. بعد كده بيقول لي فعلا لازما واخر متعدي. الفعل اللازم يا ابنائي الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج المفعول به، والفعل المتعدي هو الذي يتعدى الى المفعولية ويحتاج الى فعل وفاعل. فعل ايه؟ ويحتاج الى فاعل ومفعول، فاعل ومفعول. فالفعل اللازم يا ابنائي مثل كلمة ايه؟ الفعل اللازم مثل كلمة تسهم، فهي تسهم، تسهم فعل لازما يحتاج الى فاعل فقط، يحتاج الى فاعل. تسهم الفاعل، طب اين الفاعل؟ تسهم هي اللي هي ايه؟ ضمير يعود على الاشجار، تسهم هي الاشجار. اما في تنقية ابنائي فهي اسم ايه؟ جار ومجرور. اما اخر متعدي اللي هو ابنائي كلمة ايه؟ تمتص الاشجار ثاني اكسيد الكربون. تمتص هي، تمتص فعل مضارع مفعول علامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. أما أبناء المفعول به فهي ثاني أكسيد الكربون، فمفعول به منصوب، منصوب بالفتحة المقدرة لأنه طبعا آخر ياء. بعد كده اسما لحرف ناسخ، أين الحرف الناسخ يا أبنائي؟ إن غرسة، غرسة أبنائي اسم، يبقى نكتب إيه؟ اسما لحرف ناسخ غرسة، غرسة، وهو منصوب بالفتحة الظاهرة. نوعه إيه؟ طبعا إيه؟ نوع ابنائي الاعزاء، هو ما طلبش مني النوع هنا بس هو اسم. بعد كده ابنائي رقم اربعه ضميرا، هو بيقول لي هنا ضميرا متصلا واخر منفصل، يعني عايزين ضميرين. المتصل اللي هو كلمه ايه؟ كوكبنا، متصل ناء الفاعلين يا ابنائي، كوكبنا ناء الفاعلين. واخر منفصل زي انت وانت وانتم وانتما وهو وهي وانا وكل هذه، طبعا هي مذكوره يا ابنائي كلمه هي، كلمه ايه؟ هي. مفعولا لأجله، مفعول لأجله يا ابنائي تلعب هي، مفعول لأجله هنا. تعالوا يا ابنائي الاعزاء ندور على المفعول لأجله، الأشجار تلعب دورا حيويا. إذا يا ابنائي الاعزاء نلاحظ أن المفعول لأجله لا يوجد هنا مفعول لأجله، لا يوجد هنا مفعول لأجله. يبقى هو هيطلب منك مفعول لأجله، يقول له لا يوجد، لا يوجد. طبعا الاسئله دي يا ابنائي الاعزاء بتكون ايه؟ في اسئله حل الكتاب، وانما في الامتحان ما ينفعش يجيب لك سؤال والاجابه بتاعته غير موجوده. هذه بتحدث في حل الاسئله فقط، يعني ممكن يدوه لك ويقول لك ايه؟ هات مفعول لاجله وهو ما يكونش موجود. في هذه الحاله عندما تكتب له لا يوجد يبقى انت كده عرفت الاجابه الصحيحه، يبقى اجابتك صحيحه تاخد عليها درجه. انما في الامتحان عمره ما يجيب لك سؤال ويقول لك هات مفعول لاجله ويكون المفعول لاجله غير موجود، علشان تبقى ايه؟ فاهم السؤال كويس. بعد كده بيقول لي ضمير مستتر وقدره. الضمير المستتر يا ابنائي هي كلمه ايه؟ تلعب هي، كما قلنا من قبل يا ابنائي تلعب هي، يعني الفاعل يعود على ايه؟ كلمه هي. ضمير مستتر تقديره هي الاشجار، يعني تلعب هي الاشجار. وتمتص برضه نفس الكلام هي الاشجار، ضمير يعود على الاثنين. وقدره قدرناه هنا يا ابنائي هي، وتمتص هي برضه الاشجار تعود على ايه؟ الاشجار. بعد كده يا ابنائي بيقول لي رقم جيم النظام البيئي ذو توازن متقن. ادخل على الجمله حرفا ناسخا مره وفعلا ناسخا مره اخرى وغير ما يلزم. النظام البيئي اذا ادخلنا كان واخواتها هتفضل كلمه النظام زي ما هي. اما الذي سيختلف مع الافعال الناسخه كلمه ذو ستصبح ابنائي ننصبها، فنقول ايه؟ ذا توازن، ذا ايه؟ توازن، لازم ننصبها. وبتعالوا نكتب الكلام ده ابنائي الاعزاء. في الاول هنجيب كان واخواتها، من ان واخواتها هنغير كده، هنغير إن النظام، أن إن النظام، النظام خبر اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، تغيرت يا ابنائي الأعزاء، إنما عند كان وأخواتها لن تتغير النظام البيئي. يبقى النظام اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، البيئي طبعا البيئي، النظام البيئي نعت الكلمة اللي إيه؟ النظام. ذو هنا يا ابنائي خبر إن لازم يكون مرفوع، طب مرفوع بإيه؟ بالواو زي ما هو، لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة، ذو توازن متقن. أما أبنائي كان وأخواتها يختلف، كان النظام البيئي تنزل زي ما هي، وذو هتصبح ذا زي ما قلت لكم من البداية، ذا توازن متقن. هذا هو التغيير أبنائي الأعزاء الذي حدث في الجملة بسبب كان وأخواتها أو إن وأخواتها. نشاط أربعة،
اكتب مقال للرأي عن أهمية الفن والرسم في التعبير عن المشاعر وسينشر في مجلة المدرسة الأسبوعية مراعيا عناصر المقال. هي عناصر المقال: مقدمة شائقة وموضحة للموضوع، موضحة للموضوع المقال ورأيك، وفقرات لها فكرة رئيسة وأدلة وأمثلة توضحها وتؤكدها، وخاتمة ملخصة للموضوع مع إملاء وخط سليمين بعدد كلمات يتراوح بين 100 و150 كلمة. هيا أبنائي الأعزاء نبدأ في الموضوع. العنوان: الفن والرسم نافذة الروح. الفن بكل أنواعه وأشكاله لغة عالمية تتخطى الحواجز اللغوية والثقافية، إنه وسيلة قوية للتعبير عن الذات. والرسم ليس مجرد هواية، بل وسيلة للتواصل مع النفس والعالم وكشف أعماق الروح وتجسيدها على لوحة فنية. الرسم لغة المشاعر، فهو نافذة تطل على عالم الروح، فيعبر الفنان عن مشاعره وأفكاره بطريقة عفوية. فالمشاعر التي يصعب التعبير عنها بالكلمات يلجأ الفنان إلى الرسم للتعبير عنها. فلوحة فنية واحدة تحمل في طياتها قصصا وأحداثا كاملة. وقد أثبتت الدراسات أن الرسم له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، حيث يساعد على تخفيف التوتر وتجديد النشاط الإبداعي. يعكس الفن صورة حقيقية للمجتمع، فهو يعبر عن قيمه وتقاليده وأفكاره، ويساهم الرسم في بناء جسور التواصل بين الأفراد والشعوب. ويعتبر الرسم من أهم ركائز الحياة الثقافية. في الختام، يمكن القول أن الفن لغة عالمية تتحدث إلى القلب والعقل، وهو وسيلة للتعبير عن الأحاسيس. فمن خلال الرسم يمكننا اكتشاف جوانب خفية من شخصيتنا والتواصل مع الآخرين. لذلك يجب تشجيع الفن والرسم وتوفير الفرص للجميع لممارسة هذا النشاط الإبداعي. وبهذا السؤال أبنائي مقال الرأي نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأرجو الإعجاب بالفيديو حتى ينتشر بين زملائكم. جزاكم الله خير الجزاء. لا تنسوا أبنائي الإعجاب بالفيديو. جزاكم الله خير الجزاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. جزاكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.